أقل من 30 دقيقة من الآن وتغلق اللجان في اليوم الأول لجولة الإعادة، باقي فقط غدا وننتهي من هذه الانتخابات البرلمانية ويصبح لدينا برلمان قبل قدوم العام الجديد. هذا الاستحقاق بالتأكيد إنجاز مصري، كان مسألة مهمة، ربما كانت هناك طموحات وآمال أن يتم الإنجاز بشكل أفضل، أن يكون هناك قانون انتخابات أفضل مما كان موجودا، أن تكون هناك مشاركة وتنافسية حقيقية، أن يكون هناك معدلات مشاركة أعلى مما هو موجود، أن يكون هناك استخدام أقل للمال في الانتخابات. لكن على أي حال التجربة بتبقى بكل ما فيها بإيجابياتها وسلبياتها. ضيوفنا في هذه الفقرة الأستاذ جمال بركات، رئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات في المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهلا وسهلا يا فندم. والأستاذ محمود بدوي، رئيس جمعية رائب يا مصري، أهلا وسهلا. لا، محمود البدوي، منسق عام حملة رائب يا مصري متابعة الانتخابات، أهلا وسهلا يا فندم. هبدأ بيه أستاذ جمال. بالتأكيد غرفة العمليات داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان تتابع ولديها جملة من الملاحظات على هذه الانتخابات، أريد أبرز السمات الخاصة بهذه الملاحظات ليس فقط على مرحلة الإعادة ولكن على العملية الانتخابية كلها منذ بدايتها. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا بس في وضوح أو في أجالة أحب أوضح أنه اللي رصدته غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في المحافظات والغرفتين بالقاهرة وباقي المحافظات يعني ما يرقاش إلى وجود تزوير بالمعنى الصحيح في الانتخابات، فيه مخالفات ليست من اللجنة العليا للانتخابات ولكن أكثرها وغالبيتها من المرشحين الموجودين في العملية الانتخابية. ممكن يكون النظام الانتخابي أثر في دوت بشكل كبير، إلا أنه بشكل عام المخالفات اللي رصدتها غرف العمليات بالمجلس القومي هي تكون على تأخر فتح اللجان من القضاء في بعض الدوائر نظرا لبعد المسافه. بس ده ما كانش مؤثر بشكل كبير على سير العمليه الانتخابيه لانه لم تكن هناك طوابير مثلا، ولا كان مؤثر؟ بس كان في بعض الدوائر كان بيحصل فيها وجود ناخبين واللجنه مغلقه غير موجوده. في ايضا وجود دعايه انتخابيه امام اللجان ووجود توجيه للناخبين من قبل انصار المرشحين، وده كان بشكل كبير موجود في المرحله الاولى بجولتيها وفي المرحله الثانيه بالجوله الاولى، واليوم كمان رأينا دوت ورصدناه في عدد من الدوائر. رصدنا رشاوى انتخابية لكتير من الناخبين، أظرف الحالات أنه بعض الناخبين بيدخلوا بعد ما بيدلب صوته بيسأل رئيس اللجنة فين الفلوس، وهو ده اللي بيتم ترويجه. ده مسألة المال، المال الموجود أنه في إشاعات داخل الدوائر الانتخابية بأنه الصوت بمية جنيه والصوت بمتين جنيه والناس في 800 جنيه فندم في بعض المناطق. يعني هو الفكرة أنه المواطن أو الناخب المصري البسيط بيتوجه للإدلاء بصوته بناء على أنه في حد بيقول له روح هتاخد 100 جنيه فبيتوجه إلى اللجنة وبيدلب صوته وما عندوش حد يسأله إلا رئيس اللجنة فبيسأل رئيس اللجنة. في بعض الدوائر طبعا كان طبعا عندي نقطة مهمة جدا لأنها الحقيقة اتكررت. هل رصدتم أي اتجاه لفكرة تصويت طائفي؟ بصراحة شديد لم تكن من الملاحظات التي لا. احنا جات لنا شكوى في المرحلة الأولى من منع بعض الأقباط في جنوب مصر من التوجه للتصويت، تحققنا فيها ولقينا انه ده مش صحيح، وانه في سماح لكل الناس بالدخول والخروج، بالسماح للناس بانها بتدلي باصواتها، ولكن لم يتم رصد حاله حقيقيه في وجود تصويت طائفي او منع تصويت لأقباط او غيره من الديانات الموجوده في مصر. طيب، مفيش اي نوع من ده. استاذ محمود، عايزه بس في البدايه تديني فكره عن الجمعيه بتاعتكم، لان مهم ان احنا مش جمعيه يا فندم. انا رئيس جمعيه اسمها المصريه لمساعده الاحداث وحقوق الانسان، شغال على فكره عداله الاحداث وتقديم خدمات الدعم لكل الاطفال في نزاع مع القانون. الجمعيه ديت وعدد 23 جمعيه ومؤسسه ومنظمه تانيين دشنوا حمله اسمها حمله رائب يا مصري. دي كانت اصلا تم تدشينها سنه 2012 وابتدينا بثلاث جمعيات وانضم لينا عدد كبير من الجمعيات. فكره ان احنا كان بنتكلم على فكره تعزيز الرقابه الشعبيه وازاي ان البرلمان او اي استحقاق انتخابي بيحصل الهدف منه مين المستفيد منه، انا وحضرتك وبقى المواطنين، فازاي ان احنا نعمل خلطه جديده ان احنا نخلي المستفيد هو صاحب الرقابه وهو صاحب المتابعه. فكانت الفكره من حمله رقبه مصر اشتغلت سنه 2012 وراقبت اكتر من استحقاق وتابعت اكتر من استحقاق وطرح جديد اشتغلنا كمان في الانتخابات ديت. قلنا ان احنا شغالين حمله مصريه كامله بدون اي تمويلات، كلها بجهود ذاتيه، شغالين على فكره كمان المتابعه من خارج اللجان مش شغالين جوه اللجان.
ودوت استنادا الى قناعه من عندنا بنقول ان داخل اللجان في ثالوث انجاح العمليه اللي هو القضاء المصري ثم القوات المسلحه الباسله ثم الشرطه المصريه بيامنوا اللي انا بقول عليهم في في في, في تعبير خاص ان هم حماه الشرعيه الاجرائيه لعمليه الانتخابات. ما يقدرش اي حد يقدح في مدى نزاهه وجوده المنتج اللي بيتم داخل هذه اللجان. صحيح. لكن البيئه الانتخابيه المحيطه بالمقر هي اللي فيها اللعب كله. صحيح. فيها التصويت خارج الاطار القانوني واختراق فترات الصمت عن الدعايه الانتخابيه، فيها كمان ظهور المال الحرام او كما يطلقون عليه مال سياسي او الريشه الانتخابيه، فيها كمان زي ما شفنا واختلف مع استاذي استاذ جمال ان كان في بالفعل كان في فكره اللي هو التصويت الطائفي، دي حصلت في القصيه في اسيوط في اليوم الثاني من جوله الاعاده بالمرحله الاولى، وبقول ان كمان الامن استطاع هناك في تدخلات لحظيه وانيه وذكيه جدا ان هو استطاع ان هو ينزع فتيل كتير من الازمات اللي كانت ممكن بتؤدي الى شبهه صراعات طائفيه او مصادمات طائفيه خصوصا في منطقه القصيه في اسيوط. الفكرة التانية بقى فيما يخص فكرة الرقابة الشعبية اللي كنت بكلم حضرتك عليها، الرقابة الشعبية ان احنا بنقول ان احنا الفكرة بتاعتنا كلها لو احنا زي اي حد تاني رحنا تقدمنا اللجنة العليا عشان ناخد تصريح بالمتابعة، هناخد التصريح بنخش جوه اللجنة، ربما السيد رئيس اللجنة المستشار يسمح لنا نقعد 30 دقيقة ونخرج ونخش تاني او لا، ولكن ده مش هيخلينا نبقى احنا على اتصال كامل باللي بيحصل جوه ايه. وزي ما قلت لك برضو احنا عندنا قناعه ان اللي بيحصل جوه احنا مطمنين له، ولكن لو انا جيت على استاذ جمال ومحمود واستاذ رشا وسين وصاد من الناس، تعال قول لي من ساعه ما اتحركت من بيتك لغايه ما وصلت لمقر اللجنه لغايه ما دخلت ادليت بصوتك بكل الخطوات ديت وخرجت تاني، ايه اللي حصل؟ احكي لي الرحله دي. باخد من كل واحد داخل وخارج مشاهده، انا بتعمل لي عمليه ثراء كامل للمعلومات اللي جايه من جوه، ببتدي ان احنا بنعمل عمليه موائمه الكلام دوت مع قواعد الإجرائية الخاصة بعملية التصويت، مع كمان حاطط في الإطار العام المعايير الدولية الخاصة بفكرة التصويت ومدى نزاهتها، وببتدي إن أنا أخد مشاهدات من دي وابتدي أحللها في التقارير بتاعتي، وببتدي إن أنا بصدر للناس سواء للجنة العليا المشرفة على الانتخابات أو للإعلام علشان يعرف بقية الناس إيه الفكرة وإيه اللي بيحصل، وبناخد من ده كمان مشاهدات بنحللها زي ما كمان كنا شغالين من قبل ما تبتدي الانتخابات بالمرحلتين، كنا كمان شغالين على فكره رصد البيئه اللي هي التحضيريه للعمليه. كان عندنا ممكن اسالك بما انكم كنتوا تشتغلوا على البيئه التحضيريه اللي سبقت هذه الانتخابات، في مقدمات بتؤدي الى نتائج اكيد، هل المقدمات كانت بتقضي ان المشهد، انا النهارده قلت ان الروح العامه المرتبطه بهذه الانتخابات لم تكن قويه من اول مرحله، وصلت النهاردة اللي مفيش روح خالص، هل المقدمات البيئة اللي كنتوا بتشتغلوا عليها دي كانت بتقود إلى هذا المشهد؟ أقولك في ناس كتير كانوا بيقولوا في بداية الانتخابات في دوشة حصلة في الانتخابات، وكان المسار العام بين الناس كلها أو السؤال اللي بيسألوا الناس كلها هو احنا هنعمل ايه؟ هننتخب مين؟ هننتخب ازاي؟ قبل بدء الانتخابات من 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 20/8 أو 19/8 عملنا زي سيرفي أو مسح كده، كنا بنتلقى فيه أسئلة للناس حوالين فكرة الانتخابات. الأسئلة دي جالنا حوالي 2238 سؤال سواء مباشر أو عن طريق التليفون أو حتى عن طريق الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي. 2000 فين؟ على مناطق إيه ولا أنتوا؟ ده كنا بنتلقى من كل المحافظات لأن إحنا شغالين على كل المحافظات. كويس. كان الكتلة الأكبر بتسأل بتقول إيه؟ من ننتخب؟ من ننتخب ده ما تاخديه وتحلليه اللي هي الجملة حوالي كان 30 أو 35%، من ننتخب دي تاخدي منها دلالة على إيه؟ إن مش عارفين خروج لا ده انا هقول لك خروج بعض الـ بنقول عليهم الماسترز بتوع عمليه الانتخابات او المحترفين او المعلمين، خلينا نقول بلغه بسيطه المعلمين بتوع الانتخابات اللي هم كان الحزب الوطني والناس اللي هم كانوا محترفي الانتخابات الحزب الوطني وكمان الفصيل الارهابي بتاع جماعه الاخوان، دول كانوا احسن اثنين عندنا في مصر بيقدروا يلعبوا انتخابات ويقدروا يعملوا عمليه الحشد. اما دول خرجوا من المشهد فالمشهد حصلته حاله من الارتباك، فقلنا قبل الانتخابات بيومين قلنا ان الارتباك هو سيد الموقف، والكلام ده كان ليه؟ لأن حدثة النظام الانتخابي قانون 46 لسنة 2014 اللي هو اشتغل على فكرة الوزن النسبي للدوائر، احنا عارفين ان احنا كان عندنا زمان بننزل ننتخب باخد واحد فئات وعمال او واحد فئات وواحد تاني عمال او فلاحين، الكلام ده ما اتغير وشفنا اكتر من طرح لغاية ما وصلنا للشكل النهائي بتاع قانون 46 اللي قسم المقاعد، قلنا عندنا ال 120 مقعد اللي هم بتوع القوائم وال 248 و448 مقعد اللي هم بتوع الفردي، ونسبه ال 5% اللي يعينهم الرئيس. كمان اشتغل على فكره الوزن النسبي ان حسب كتله التصويت والمقيدين في جداول الانتخاب داخل كل دايره بحدد وزن نسبي ليها، اقول ليها مقعد او 2 او 3 او 4، فدي احد النقاط التي زادت في فكره الالتباس. الكتله الثانيه بقى من الاسئله اللي هي كانت حوالي 20% بتقول ازاي ننتخب،
فدوت بنقول ان قانون 46/2014 اما اتطرح ما خدش وقت كفايه ان هو يخلي يعمل حاجتين. اول حاجه ان احنا كمنظمات مجتمع مدني او اعلام، ما بستثنيش حد، او اعلام او اي حد شغال في هذا المجال، ابتدى يعمل قنوات اتصال وتواصل على المستوى الانساني مع الناخب، وابتدي يعمل له ابجريد للفكر بتاعه ازاي تقدر تطبق القانون اللي هو او النظام اللي هيطبق لاول مره. صحيح. والاخر مره. عشان كده كانت في نسبه اصوات باطله كتير. كنت حابب اكملك. ودي احد الامور اللي احنا تنبأنا بيها ان عدد الاصوات الباطله هيكون كتير. ليه؟ لان برضو حداثه النظام. كمان نقطه تانية مهمه قوي حابب اتكلم عليها، يعني انا قفزت فيها للاسف معلش، لا فكره ان الناس اللي هم خرجوا من المشهد، الناس اللي جم بدلهم ناس جداد، فما عرفوش ازاي ان هم يتواصلوا مع الناخب على الارض، سواء على المستوى الانساني ان هو حتى ينزل يعرفه انا مين. مش هقول لك ان هو يقول لي ابسط حقوقي، ان هو يحكي لي ايه الاستراتيجيه بتاعته، ايه الامل المستقبلي بتاعه، هيحكي لي ايه البرنامج الانتخابي. كل الكلام ده انقطعت الاتصال ما بينه وما بين الناخب على ارض الشارع، فابتدينا ان في نسبه الاصوات بتبقى باطله كتير، وكان الارباك هو سيد. طب هسالك، بما ان حضراتكم بتتابعوا من 2012 واحنا من 2012 عندنا استحقاقات كتير، ايه الفرق بين التجربه المره دي والتجارب الاخرى؟ وهطرح السؤال ايضا على الاستاذ جمال، بس اسمحوا لنا نروح لزميلي العزيز مصطفى سطوحي من محافظه التقهليه لمتابعه سير العمليه الانتخابيه هناك. عايزين نعرف معدلات التصويت قبل أقل من 20 دقيقة من إغلاق اللجان. إليك يا مصطفى. حقيقة أستاذة رشا، حيث أنا الآن متواجد بمدينة المنصورة ودائرة بندر المنصورة، يتنافس في محافظة التقهلية 58 مرشحا على 29 مقعدا فرديا في جولة الإعادة. هناك نسبة التصويت في المراكز التي يتبعها قرى هي الأكثر في نسبة التصويت عن دائرة المنصورة، فهناك بعض الدوائر إلى الآن وصلت نسبة التصويت بها من 25% إلى 30%، وهذا يرجع إلى أن القرى هناك الأكثر تنافسا وصراعا على المقاعد الانتخابية. أيضا مدينة المنصورة أثارت جدلا في الجولة الأولى وأثارت جدلا في الجولة الثانية. إلى الساعات المنتهية من أمس كان من مصير هذه الدائرة معلقا، فكان من الممكن أن تؤجل أو تعاد الانتخابات بها مرة أخرى بسبب أحد المرشحين قاموا بالطعن في الانتخابات، وكانت المحكمة الإدارية هنا بالمنصورة قبلت الطعن، والمحكمة الإدارية العليا بالقاهرة رفضته في الساعات المتأخرة. أيضا هناك بعض الخروقات المعتادة التي لاحظناها في الجولة الأولى وأيضا لاحظناها في جولة الإعادة، بل ازدادت شدة، وهي الرشوة الانتخابية، فاعتلت الأسعار في بعض الدوائر. كانت في الجولة الأولى كان هناك شراء الأصوات يرجع ب 200 جنيها 300 جنيها 700 جنيها، بعض نفس هذه الأماكن اعتلت تسعير شراء الأصوات إلى 500 جنيها و 700، ومن الممكن أن تصل إلى 1000 جنيها في قبيلة غدا في الساعات الأخيرة من الإقتراع. يعني أيضا هذه الدائرة مسألة شراء الأصوات دي فعلا واضحة جدا، ومسألة الرشوة الانتخابية. أنت لاحظت مسألة البورصة دي موجودة فين؟ يعني بيتم دفع الفلوس إزاي؟ يعني رصدتها إزاي؟ رصدتها أولا أنا ابن من أبناء محافظة القاهرة، فلاحظت هذا منذ شهور أيضا، وهي اتفاقات عبارة عن اتفاقات من المرشحين الذين يقومون بإعطاء الرشوة عن طريق سماسرة من كل قرية. فابن القرية من أبناء القرية يتم الاتفاق معه بأنه سيقوم بجلب أصوات إلى المرشح مقابل شيء من المال للسمسار وللناخب الذي سيقوم ببيع صوته. هذه هي الطريقة التي يقوم بها المرشح ومندوبينه بشراء الأصوات. وطبعا من الناحية العملية صعب إثبات ذلك، يعني عشان نسبة ده في واقع يتم احالتها للجنه العليا للانتخابات البرلمانيه، من الناحيه الواقعيه صعب. رصد الخروقات استاذه رشا يتم رصدها بجوار اللجان فقط لا غير، اما هذه الاتفاقات والصفقات تتم داخل القرى، داخل احد المنازل، على احد المقاهي، هي هذه هي يتم شراء الاصوات بهذا. ايضا هي تعتمد على مساله ضمير الناخب، لسبب لانه ليس موظفا يتم القبض عليه بس مقابل الرشوه. مين اللي بينفق مال كبير في جوله الاعاده؟ هل هم المستقلين بشكل كبير عندكم في الدقهليه، ولا المنتمين لاحزاب؟ هم من يسمون انفسهم
هم من يسمون أنفسهم الآن المستقلين، ولكنهم في السابق كانوا ذات خبرة كبيرة جدا في 2010 في الانتخابات والأنظمة السابقة. نواب الحزب الوطني. أنتوا عندكم وقع النهاردة في المنصورة لو أنا معلوماتي في الدقهلية يعني الفيديو الخاص بتسريب بعض المشاهد المنافية للأداب لأحد المرشحين مش كده؟ نعم. أثر إزاي على سير العملية؟ هي دائرة المنصورة أيضا أحد المرشحين أيضا هو من دائرة المنصورة التي أيضا هي تثير جدلا، فقلت لك في السابق أستاذ رشا أن هذه الدائرة كانت من الممكن أن تؤجل إلى الساعات الأخيرة وتعاد الانتخابات على المرشحين جميعا بسبب طعن. أيضا المرشح الذي وزيعت له مجموعة من الفيديوهات ونشرت على صفحات التواصل الاجتماعي كانت في الساعات المتأخرة بالأمس، فنشر إليه له فيديو غير أخلاقي. هذا المرشح أيضا كان مشهورا في الجولة الأولى بالرشوة الانتخابية. أثر ده إزاي على التصويت النهارده ولا ما أثرش؟ أثر جدا أستاذ رشا، لأن كان هناك إشاعات تمت على صفحات التواصل الاجتماعي أن صفحة أن هذه الدائرة سيتم إعادة الانتخابات بها ولا يوجد بها انتخابات غدا. هذا أثر على نسبة التصويت. نسبة التصويت في اللجنة التي أنا متواجد بها لا تتعدى 5 أو 6%، وهذه اللجنة إحدى لجان دائرة المنصورة. أمال النسبة بتاعت 25% 30% دي موجودة فين يا مصطفى؟ انت قلت لي اول ما بدانا كلام المراكز فقط، المراكز مثل دائره ميدغام، دائره بلقاس، دائره ديكرنس، هذه الدوائر بها نسبه عاليه جدا من التصويت وستزيد غدا اكثر من ذلك. هذه الدوائر ايضا استاذ رشا في الجوله الاولى تعدت 40% من نسبه التصويت. كويس ان احنا قدامك المنصوره يا مصطفى عشان انت من المنصوره فتقدر ترصد لنا بشكل جيد وتبقى عارف اللجان بشكل جيد. الزميل مصطفى سطوحي شكرا ليك. لما يكون في بعض الممارسات الخاصه يعني جو الانتخابات عاده هو جو الشائعات فيستغل واقعها او بعينها عشان النيل من الخصم، دي حقوقيا بيتم التعامل معها ازاي؟ والله بتمس الحياه الشخصيه واحنا بنعتبر ان الحياه الشخصيه لها حرمه ولا يجب المساس بها، ولكن المنافسين او المتنافسين في الترشيح في الانتخابات البرلمانيه عودونا ان هم بيستغلوا كل الهفوات عند اي مرشح منافس واعلانها كشائعه حتى ولو مش حقيقه، اعلانها كشائعه تؤثر على تصويت الناس ليه في العمليه الانتخابيه. احنا بنرفض ده تماما وبنشجبه وبنعتبره غير اخلاقي. بس ما فيش توقعات كثيره تمت يعني احنا بنتكلم عن حاجات. هو الاستغلال بيتم من بعض المرشحين لترويج اشاعات عن المرشح المنافس للوصول بهدف انه النيل من اصواته والحصول هو على الاصوات الاخرى او تمزيق هذه الكتله التصويتيه بتاعته لاخرين. فكره قبولها من المجتمع هي مرفوضة من كل الناس، أنا أظن من الحقوقيين وغير الحقوقيين أنه لا يجوز المساس بالحياة الشخصية للأفراد سواء كانوا مرشحين أو حتى احنا بنرفضها للموظف العام، مش هنرفضها للمرشح اللي هو بيمثل مجموعة من الناس كتمثيل نيابي أمام المجلس التشريعي، فده نرجو أنه هو يقف المرشحين عن تلك الأفعال تؤثر على حياة الناس وأشخاصهم بعد ذلك وأسرتهم يعني وأسرهم كمان صحيح. بتأثر على مجموعة من الأشخاص بعد ذلك. طيب هرجع لي فكرة بنراقب من 2012 الراقب يا مصري، تمام، إيه الفرق بين هذه الانتخابات وبين انتخابات سابقة؟ احنا عارفين ان كان في زخم قبل كده في مسألة الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور وحتى دستور 19 مارس كانت الناس شايفة ان الدولة مهددة فلازم ننزل ونشارك ايه اللي افقد المصريين حماسهم وفقا لمتابعتكم في راقب يا مصر؟ لا هم المصريين ما فقدوش حماستهم ولا حاجة، ولكن في بعض المشاهدات لو احنا عملنا كومبير او مقارنة ما بين ما قبل 2012 أو حتى ما قبل فترات التحول الديمقراطي بدءا من 25 إلى 2011 وما تبعها من كتير من الحالات السياسية، وده اللي خلى عدد من الناس بيعملوا عملية مجموعة من القياسات الخاطئة على نسب المشاركة، خصوصا أبرز ثلاث أمور كانوا بيقيسوا عليهم. أول حاجة انتخابات برلمان 2012 بتاع تورا بورا وطلبان دوت كان في نسبة المشاركة 64% 64% انتخابات السيد رئيس الجمهورية، الاستفتاء على الدستور، بنقول إن دي قياسات خاطئة لا يجوز إن احنا نحطها في المجال في المقارنة هنا، وذلك لأمرين. الأمر الأول
في برلمان طرابورة دوت كانت قاعدة الناخبين حوالي 14 مليون، احنا النهاردة بنتكلم استاذ جمال على حوالي 28 مليون تقريبا، نتكلم على 28 مليون. لو كنا قبل كده بننزل عشان ننتخب في 10 مقرات انتخابية، كل مقر جوه منه 10 لجان، يعني بنتكلم في 100 لجنة، لا دلوقتي ال 10 دول بقوا 100، فال 100 بقوا 1000 لجنة، فشفنا العملية اتوزعت على أماكن كتير، فالعملية ابتدت إن احنا بنلحظ فكرة الطوابير اللي كنا بنشوفها قبل كده ابتدت تقل. كمان حداثة النظام الانتخابي زي ما قلت لحضرتك والارتباك اللي حاصل في المشهد، بالإضافة إن إحنا مثلاً في استفتاء زي بتاع الدستور دوت بننزل بنقول يا يا لا العملية واضحة قوي كده، لكن لما تيجي في الانتخابات دي بتكلميني في المرحلة الأولى على 2573 مرشح على 226 مقعد، يعني بلغة الحساب وأنا مش بتاع حساب وما بحبوش، هتدينا كام؟ هتدينا 11.38%. في المرحلة الثانية بتتكلمي على 2872 مرشح على 222 مقعد، تقسميهم برضو تديكي 13.93%، عدد كبير قوي. في انتخابات رئاسة الجمهورية انت بتنزلي تنتخبي يا احمد يا محمد، ما عندكيش ثالث، لكن انت بتنزلي بتنتخبي على عدد كبير جدا. هيجي حد يقول لي طب دلوقتي ما احنا في جولات الاعادة المفروض العملية قلت، احنا بنتكلم على 213 مقعد دلوقتي وفي 9 خلاص حسم مقاعدهم وعندنا حوالي 416 تقريبا 426 متنافس، العملية سهلة بقى كل مقعد عليه 2 بس، العملية سهلة الناس ينزلوا. هقول لك ان في بيحصل ان أنصار عدد من المرشحين خروجهم من السباق الانتخابي بيسحب ورا منهم الكتل التصويتية بتاعتهم. بقول والله أنا بناصر أستاذ جمال البركات، فأستاذ جمال البركات خرج من المشهد، لا أنا مش نازل. في ناس تانية بتقول لك لا والله أنا نزلت مرة مش هنزل تاني، فبتختلف العملية من الناحية التانية. النهاردة كان من أبرز المشاهدات إن إحنا لقينا إن في ندرة وعزوف على المشاركة في بعض المناطق مش هي اللي إحنا تعودناها. كنا دايما بنقول إن الثلاث ساعات الأول اللي هم من 9 لغاية 12 بتبقى العملية كبار السن والسيدات اللي بينزلوا عشان يلحقوا وقتهم بدري، بعد فترة البريك من 3:30 بتبتدي العملية تسخن شوية، بنلاقي ان المال الحرام بيبتدي يسخن شوية بيبتدي يظهر، وناس يقولوا لا والله احنا هنستنى لتاني يوم علشان تاني يوم الحكومة هتدينا بكرة من 7 لـ9 هتلاقي اعجب فرصة تشوفها في حياتك. النهاردة كان حد بيسألني فقلت له ان في بعض الناس ابتدوا ان هم يكونوا يعني ايه متودكين شوية، عندهم اكسبيرينس عالي شوية في القصة دي، فبيقول لك لا انا استنى الفترة هي بتاعت من 5 او من بعد البريك من 3:30 لغايه 9. مش بقول من كده او بوصل رساله من كده ان كل الناس بينزلوا عشان يشاركوا في عمليات التدليس على الاراده والمشاركه في فكره المال الحرام، ولكن في ناس في بعض المناطق الشعبيه وده اللي رصدناه ابتدى يتعاطى مع هذا الامر بشكل تاني بما لدى المواطن المصري من فطنه وفصاحه. فاكره درس الفلاح الفصيح كنا بناخده في ابتدائي زمان؟ بيعيد نفسه بطرح تاني، بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله لو محمود البدوي نازل بيديني فلوس في الدايره دي عشان انتخبه. طب هو محمود البدوي دوت اللي عمال يصرف على الاقل في شارع واحد اليافطه البانر بتتكلف لها حوالي 250 جنيه او 300 جنيه، الشارع الواحد فيه بتاع 15-20 الف جنيه لافتات، طب هو مش كان خالي ال 20 الف جنيه دول؟ ده كلام، انا بقول لك كلام ناس على الشارع لا متعلمين ولا يفهموا اي حاجه. هو مش كان خد الفلوس دي يصلح لنا كام دكه في كام فصل، ولا كان عمل لنا مستوصف ولا عمل اي حاجه؟ طيب انا هاخد الفلوس بتاعته مش هنتخبه. لا بس في حاجه دلوقتي برضو المرشحين، لا انا هقول لك على حاجه، ان صور بالموبايل عشان اطمن ان ده بقى كده بيتمنع جوه. لا مدام رشا معلوماتك قديمه شويه، بيتمنع جوه فكره الموبايل ده كانت في المرحله الاولى. اما كتير اتكلموا على الموضوع دوت، اللجنه العليا تعاطت سريعا مع الموقف، اصدرت تعليمات للساده المستشارين، ما حدش يصور، عملوا حاجه جميله. فاكره كنا بنتكلم على حاجه اسمها الورقه الدواره او البطاقه الدواره؟ لا دلوقتي في الطفل الدوار. ايه الطفل الدوار بقى؟ انا دلوقتي حضرتك هخش اديكي صوتي، طب انا هضمن منين انت اديتيني صوتي وممنوع الموبايل؟ فبدخل معاكي طفل كانه ابنك، يعني داخل معاكي بيشارك، عارفه انت الاطفال بيحبوا يشاركوا فرحانين، فداخل معاكي فبيشوف حضرتك علمتي في الخانه بتاعت محمود البدوي، يطلع يقول للمندوب بره ده هو علم على ايه؟ على المرشح بتاعنا، اديله الفلوس. فابتدى بعض الساده المستشارين ينتبهوا، الساده المستشارين انتبهوا للكلام ده، فبيلاقوا نفس الواد داخل مع كل واحد، مش معقول انت ابن الناس دي كلها. فابتدى عارفه انت في عمليه دايما احنا كرييتيف شويه في الحاجات دي، ولكن خلينا نقول ان ده على فكره والله يعني حاجه تضحك بس حاجه توب. اكيد يعني اكيد متحكم. طب اسمح لي نواصل هذا الحوار، لكن ينضم الينا على الهواء مباشره الزميله العزيزه ياسمين عادل من الغربيه. اخبار الغربيه ايه؟ احنا بنتكلم عن اغلاق اللجان دلوقتي يا ياسمين، مش كده؟ تمام. إليك أستاذتي، مع انتهاء اليوم الأول لجولة الإعادة للاستحقاق الثاني الثالث والأخير لبناء مصر الحديثة، منذ بداية اليوم حتى انتهاء هذا اليوم سارت العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، الإقبال أقل من المتوقع عكس الأسبوع الماضي. أستاذ رشا، لم يتم رصد أي مخالفات انتخابية حول المنطقة التي تواجدت فيها منذ بداية اليوم حتى الآن، وكان
هناك بعثة من المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة بإفريقيا لمتابعة سير العملية الانتخابية هنا في مدينة المحلة الكبرى. أما من حزب الإقبال وعدد المصوتين معايا المستشار عمرو الفاتح رئيس لجنة فرعية رقم 47، يمكن أن يطلعنا على عدد الناخبين في اليوم الأول لهذه الجولة. تفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا صوت عندنا النهارده في اللجنه تقريبا حوالي 190 ناخب من اجمالي 2497. طبعا نسبه التصويت قليله جدا، فاحنا يعني بنطلب من الناس ان هم ينزلوا يدوروا على حقوقهم. مجلس الشعب ده هو او مجلس النواب في تسميته الجديده هو 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 حق الافراد، فما تضيعوش الحق دوت في بالقعود وعدم الادلاء بالاصوات. اختاروا احسن المرشحين اللي انتوا بتلاقوهم، احنا موجودين هنا عشان نعرف اصواتكم هتروح للمرشحين دول مين. كل واحد ياخد حقه على قد ما يقدر. ده اخر حاجه في اخر لبنه موجوده من اعمال الديمقراطيه من بنايه الدوله، فما تضيعوش الفرصة. ان المجلس التشريعي ده حق المواطنين وهو ده اللي هيتحكم في مصير مصر لمدة 5 أعوام. فندم، العنصر النسائي هو المسيطر ايضا، كبار السن وما زال هناك عزوف للشباب ولا الموضوع اختلف؟ يعني هو برضو بالنسبة لكبار السن طبعا هما اكتر من الشباب بنسبة كبيرة، بس النهاردة والله يعني بدأ يظهر نسبة من الشباب قليلة بس بدأت تظهر عن الجولة الأولى. أستاذ رشا، في محافظة الغربية يتنافس 48 مرشحا على 24 مقعدا، في هذه الدائرة 6 مرشحين يتنافسون على 3 مقاعد، وزي ما المستشار أكد لنا أن ما زال العنصر النسائي وكبار السن خاصة هم المسيطرين منذ المرحلة الأولى والثانية وفي جولة الإعادة أيضا. مفيش نشاط رصدتيه على الأرض يا ياسمين للأحزاب والمرشحين في هذه الانتخابات لمحاولة حشد الناخبين؟ ما كانش فيه مثلا دعاية في المحيط اللجان، نقل لبعض الناخبين، حرص من اللي داخلين الانتخابات كمستقلين أو كأحزاب على مشاركة الناس؟ ما كانش فيه أي ظواهر من ده في الغربية؟ يا فندم، هو كل الظواهر اللي متواجده حول المدارس، بعض الاشخاص انت داخله تنتخبي ايوه رقم 3 رقم 1، ما فيش بشكل رسمي ان هم واقفين بيوضحوا البرنامج الانتخابي لهذا المرشح او كده، لا هو رقم 3 رقم 4 كده مش اكتر. والناس بتستجيب ولا الناس بترد عليهم تقول لهم ايه؟ في بعض الناس بيتجاوبوا، بعض الاخر انا واحده من الناس انا ما بدخلش بالكارنيه. هم بيعتقدوا ان انا داخله يعني انتخب، فبقول لهم اوكي ماشي، طب ليه هو كده؟ ده مننا وكلام مرسل. ما فيش فلوس يعني؟ ما حدش عرض عليكي فلوس كده ولا يعني هو بس تدخلي وربنا معاكي؟ حول المدارس التي تواجدت فيها منذ بداية اليوم حتى الآن لم يعرض علي أموال. بعض الأشخاص يعني قالوا إن هناك بعض المرشحين يوزعون أموال، ولكن لم أرى بعيني منذ بداية اليوم حتى الآن. شكرا لك ياسمين عادل زميلتنا من الغربية. معدلات المشاركة متدنية للغاية في هذه اللجنة وفقا للي قاله رئيس اللجنة. اسمحوا لنا نروح لموجز لأهم الأنباء مع زميلة سلمى رستم ونعود مرة أخرى لما تبقى في هذا الجزء من التغطية. شكرا للزميلة العزيزة رشا نبيل. 9 مساء بتوقيت القاهرة، أهلا بكم في خدمة إخبارية جديدة من استوديو مصر تقرر. أغلقت في 9 مساء اليوم اللجان الانتخابية أبوابها معلنة انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لهذا العام، على أن تفتح أبوابها في 9 من صباح الغد لبدء اليوم الثاني لجولة الإعادة. هذا وكانت عملية التصويت قد بدأت في 9 صباح اليوم في 13 محافظة، هي القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية والشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وكفر الشيخ وجنوب سيناء. يأتي ذلك فيما ينتهي في 6 من صباح الغد
تصويت المصريين في الخارج في حوالي 139 دولة. قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم إن عدد من صوتوا في الخارج بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لهذا العام حوالي 13,000 ناخباً حتى الآن. أضاف أن اللجنة تلقت 31 شكوى تتعلق معظمها بامتناع القضاة رؤساء اللجان الفرعية عن مساعدة الناخبين من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخرى تتعلق باستعلام ناخبين عن مقار اللجان الانتخابية. وأوضح أن القضاة لن يخالفوا القانون ولن يقدموا أي مساعدة لأي ناخب إلا الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة فقط. هذا وأغلقت صناديق الاقتراع في كل من نيوزيلندا وأستراليا ظهر اليوم بتوقيت القاهرة على أن تبدأ على الفور عمليات فرز الأصوات في اللجان الانتخابية وإرسال الفرز العددي أولا بأول إلى اللجنة المعنية بانتخابات المصريين في الخارج، تمهيدا لإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات المخولة بإعلان هذه النتائج. ومن ناحيتها أكدت غرفة عمليات نادي القضاء أن عملية التصويت منتظمة في اللجان الانتخابية بالمحافظات التي تجرى فيها جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. وقال المستشار محمد عبد الصالح المتحدث الرسمي لغرفة العمليات إن الغرفة تتواصل مع رؤساء اللجان العامة في المحافظات للاطمئنان على سير العمل وسلامة وأمن القضاء المشرفين على اللجان. وأضاف صالح أن الانتخابات في سيناء تسير بشكل طبيعي والقضاة يؤدون مهمتهم في الإشراف على لجان هناك دون خوف. هذا وكانت لجان الاقتراع فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لهذا العام، وتجرى جولة الإعادة في 13 محافظة وهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وغيرها من المحافظات. ومن جانبها قررت وزارة التربية والتعليم منح طلاب محافظات المرحلة الثانية التي تجرى فيها جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية إجازة غداً أيضاً لاستكمال العملية الانتخابية، وقد تم تسليم المدارس التي بها لجان انتخابية في محافظات المرحلة الثانية. انتهى موجزنا الإخباري، والآن عودة لاستوديو مصر تقرر مع الزميلة العزيزة رشا نبيل وضيوفها الكرام. شكراً. شكرا لك سلمى. يعني أغلقت لجان الاقتراع في اليوم الأول لجولة الإعادة ولم يتبقى سوى غدا ونغلق هذا الملف وهذا الفصل الخاص. بس عايز أقول بس حاجة، دايما بتقال الاستحقاق الأخير في خريطة المستقبل، أنا بس في استحقاق خاص بينا وخاص بالمجتمع وهو الاستحقاق الخاص بميثاق الشرف الإعلامي. هذا كان بندا رئيسيا في خريطة المستقبل. أرجو أن احنا جميعا بعد وده بقى مش محتاج انتخابات ولا حاجة، ولا هتنزلوا ولا هتتعبوا نفسكم ولا أي حاجة، أن نهتم به جميعا كمجتمع وكوسائل إعلام، لأن مسألة وجود ميثاق شرف إعلامي هي مسألة لا تقل أهمية عن أي خطوة سياسية احنا صحيح. بنعملها صحيح. لأن الإعلام في هذا التوقيت يلعب دورا صحيح. مهما وخطيرا، يمكن أن يقود المسار صحيح. إلى الأمام صحيح. ويمكن للأسف الشديد أن يعرقل هذا المسار كثيرا. علشان كده من الآن وصاعدا بلاش حكاية الاستحقاق الأخير في خريطة، ما كانش الانتخابات الرئاسية والدستور والبرلمان، ولكن كانوا الثلاثة دول بالإضافة إلى ميثاق شرف إعلامي. الإعلام وفقا لتقييماتكم، البعض في المرحلة الأولى كان بيتهموا بأنه سبب في عدم نزول الناس بشكل كبير جدا. في المرحلة الثانية قالوا الحمد لله الإعلام كان كويس وما عادش يقول انزلوا أصل هتشوفوا نار جهنم صحيح. والوعيد والتهديد واللهيب والحاجات اللي كانت موجودة. تقييمك لأداء الإعلام وفقا من ملاحظاتكم على الأرض. طيب أنا بس أنا ضد فكرة إن الإعلام يشيل وزر الفكرة بتاعة اللي هو نظرة المشاركة في الأول، وده الأسباب اللي أنا قلت لحضرتك عليها، مش عايز أكرر عشان السادة المشاهدين ما ملوش مننا، لو حدثت النظام الانتخابي كثرة المتنافسين على مقاعد البرلمان ف
فقد قنوات الاتصال والتواصل على المستوى سواء المستوى السياسي أو المستوى الإنساني مع القواعد الشعبية، تكلس أو استمرار تكلس الأحزاب السياسية. احنا عارفين احنا عندنا حوالي تكاسل يعني كسلهم تكلسهم ولا؟ لا تكلس ده اللي هو عارف انت دخل في مرحلة اللي هو اتحجر يعني، ده تكلس يعني ان هو اتحجر خلاص نشف وجمد. احنا بيقولوا عندنا مش عارف جمال اللي صحح لي 108 ولا 106 مش عارف ايه 110 حزب 110 ده خلاف اللي هو تحت التأسيس واللي تحت الكنبة واللي تحت السلم. عندنا حاجات كتير جدا. الملاحظة دي بيشاركني ناس فيها ان الأحزاب ناجحة مش ساقطة. انت عندك احزاب واخده اكتر من 49% من نسب هذا البرلمان، واحزاب وليده ولسه جديده لانج وقدرت تبقى. طب حاولت تبص على النظام الفردي، حاولت تبص الاحزاب اللي هي ايوه والله يعني هو اللي له جمال بيصح واخده المقاعد على النظام الفردي، على النظام الفردي الفردي هو اللي سندهم ولا على النظام القائم. مش مش هم مش شغلهم هم. وحتى تعالي بص على مثلا احدث مش كوادرهم ولا ابنائهم، احدث الاحزاب اللي بيقول ان هو حزب خاص بالشباب، تعالي بص المرشحين بتوعه مين واللي كسبوا مين، هتلاقي فلول حزب وطن واخد بال حضرتك. الشباب اختفوا في الاحزاب عن المشهد السياسي، وفكره ان عدد من الاحزاب اكتفوا بان هم عاملين مقرات وقاعدين ورا اليفط بتاعهم، حتى فقدوا قنوات الاتصال مع القواعد الشعبيه على بما على الارض بما فيهم عدد من الاحزاب ذات عندنا حاجه ايجابيه قوي التاريخ العريق قوي ايجابيه قوي ان احنا عندنا حتى الان 81 شاب في المرحله العمريه من 25 45 سنه ناجح في هذه الانتخابات. شفت حازم كان معاكي بيتكلم على في حد 26 سنه الطبيب يعني 26 سنه في حاجات أيه. طبعا. طبعا. اكيد طبعا. اكيد طبعا. اكيد المشهد فيه كتير من النقاط البراقه واحنا بنتكلم، بس خليني اقول لك احنا بطبيعتنا طماعين. طماعين ليه؟ مش طماعين عايزين حاجه لنفسينا، طماعين عشان البلد دي عشان بلدنا، عايزين دايما الصوره تكون اكثر اشراقا. انت كنت عايز مرشحين اكتر، لا كنت عايز انتخابات بجد، خلينا نقول على الارض. لا وهي استاذ رشا هي انتخابات بجد، خلينا اقول العباره عشان صحه، انتخابات تنافسيه بجد، حاله من الصراع. ده بقايمه بتعرض وجهه نظره، قايمه تانية الاقي برامج برنامج انتخابي محترم، ده بيعرض وجود على الارض مشاركه مع الناس، حزب بيعرض برنامج حزب بيعرض يعني كنا بنطمح في طرح الاراء طرح البرامج الانتخابيه كتيره من المرشحين، وجود منافسه على الارض. يعني انت كنت محتاج الملح والفلفل بتاعت الانتخابات، ما عندكش ملح وفلفل، ما عندكش بهارات اللي هم الماسترز اللي خرجوا من الصوره برضه في التعامل مع الانتخابات البرلمانيه الحاليه. من كتير من المرشحين كان بيتم على أساس النظام القديم أو الطريقة القديمة في العمل الانتخابي، فكرة أنه أنا هسيطر على الدائرة بأن أجيب كم واحد من القطاعات المختلفة ليها وهديهم قرشين هيسخروا الناس ليا وكذا. حتى مفيش ابتكار في أساليب الدعاية بالظبط، يعني الدنيا يعني تطورت وإحنا بنعمل بالزبط. دعاية بالزبط. بنفس لافتات الشوارع مع أن عندك وسائل كتير تستطيع أنك تعمل بيها، ودلوقتي تقدر تجذب جمهور أكتر من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال رسائل الاس ام اس، من خلال حملات طرق الأبواب. وسائل التواصل الاجتماعي دول ما بينزلوش قليلين قليلين وراح للمستهدف. فيها كلام موضوع، بس أنا حابب تاني نرجع للفكرة بتاعت إن أنت كنت بتقولي الإعلام، فما كانش الإعلام لوحده بيشيل القصة دي كلها وبيتحمل الوزر ده لوحده، لا كنا كلنا مشتركين في صحيح. هذا الأمر ضيفي إلى ذلك فكرة إن كمان زي ما قلنا حدث النظام الانتخابي. ولكن خلينا نتكلم على بعض المشاهد الإيجابية، إن إحنا ما يقدرش حد دلوقتي يطلع ويطعم في مدى جودة ونزاهة المنتج الانتخابي اللي بتصدره لنا الانتخابات دي، حتى على الرغم من وجود بعض المخالفات وبعض الخروقات اللي بتحصل، لكن هي مش مؤثرة على جودة المنتج الانتخابي من جهة اللجان من الداخل. كل الأمور اللي بتحصل بره، حتى لقينا كمان إن ابتدى يكون فيه اطروحات جديده للتصدي لبعض هذه الخروقات. شفنا زي ما قلت لحضرتك في بدايه الحديث لما كنا بنتكلم على شبهه التصويت الطائفي في احد المناطق، ان كان في تدخلات انيه وحاسمه للقوات المسلحه وللشرطه المدنيه لنزع لضبط المشهد بشكل كبير جدا. اول مره خليني اقول لك من اكتر من 20 سنه نلاقي انتخابات بدون قتله، نلاقي انتخابات بدون دماء، تلاقي كمان صحيح. ان ممكن جدك اللي هو مات من 20 سنة اسمه مش معاكي في الكشف، في تنقيح تنقية الجداول، كل دي أمور الإجراءات كل يعني وتسهيل الإجراءات كمان تنظيميا كمان الأمر كان جيد للغاية. ابتنت الأمور كلها إن الناس كلهم بيجمعوا على إن المشهد كله مشهد منضبط وجيد، اللهم إلا بعض الخروقات اللي تاني بكرر إن هي لا تؤثر على جودة العملية. إحنا ما بنتكلم في الكلام ده كله وعاملين نتكلم هنا وهنا وهنا، الغرض إن إحنا بنحاول ضبط المشهد إلى أقصى درجة ممكنة، علشان أما نبتدي نتكلم في طرح جديد أو نبتدي نتكلم عندنا المحليات وهي الأخطر. وخلينا أقولك أن المحليات دي تحدي كبير جدا وفقا للإطار اللي رسمها ليه الدستور والدور الكبير والمهم اللي هتلعبه، وهي كمان خلينا أقولك أن هي محط أنظار جماعات الشر اللي هم قاعدين من النهاردة بيتكلموا عليها وبيستنوها، لأن هي مفاصل الدولة عايزين يمسكوا مفاصل الدولة. وسأني جدا أن نسمع من أحد الأشخاص لما كنا بنتكلم على فكرة، كلمة حضرتك في معرض حديثك على فكرة الشائعات وحرب الشائعات وإزاي إن إحنا
كمرشحين بنستغل هذا الامر ضد بعضينا. ابتدى الكلام دوت بيشتغل ده يا اخوانا احد الامور، وانا بكلمك من وجهه نظر واحد دارس في اكاديميه نصر العسكريه، فكره حروب الجيل الرابع واستخدام الشائعات واستخدام كتير من الوسائل حتى بما فيها السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. اما نبتدي ان احنا نبتدي نحلل ونفكر في التداعيات السياسيه، ما اقدرش ان انا اللي بتحصل حوالين المنطقه كلها ما اقدرش افصلها عن المشهد اللي حصل عندنا. انت كل ما بتكمل استحقاق دلوقتي بتمشي خطوة لقدام، خطوة لقدام دي بترجعك أو بترفع مستواك على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي أو حتى مستوى تمثيلك على المستوى الدولي. كل الكلام ده عاد بيزعل ناس برا. طيب خلينا نطرق إلى نقطة وربما يكون من المفيد من الناحية الموضوعية طرحها للحوار، وهي مسألة آداء اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية. كلنا سمعنا عبارات من قبل شاهد ما شافش حاجة، ما كانتش معانا، كانت بتراقب الانتخابات في سنغافورة، يعني سمعنا بعض التعبيرات اللي كانت في مضمونها بتدل على أنها لم بشكل يعني منضبط لم تقم بالدور الذي كان يعول عليها الكثيرين فيه. ايه تقييم حضرتك للمسألة دي؟ انا بس يعني اولا انا مش هقدر اقول ان اللجنة اخفقت في نقاط كتير. اللجنة عندها نجاحات كبيرة، اشتغلت بشكل إداري تنظيمي محترم جدا جيد وفقا لمعايير دولية، اتبعت القانون، أصدرت قرارات تتعلق بتتفق مع المعايير الدولية لنزاهة وحرية الانتخابات. ولكن هناك بعض المآخذ على اللجنة العليا في أنها لم تقم بردع المرشحين حال قيامهم بالمخالفات، لأنه كان في المرحلة الأولى هناك نصوص في القرارات الخاصة باللجنة لها الحق في أنها تقدم الدليل على وجود بعض المخالفات من قبل المرشح والطعن في هذا المرشح أمام المحكمة الإدارية العليا. يعني اللجنة عندها صلاحيات في أنها تبطل الانتخابات أو تطلع أحد المرشحين من السباق الانتخابي. اللجنة ما عملتش كده لأنها تحتاج إلى دلائل قوية، لأن المحكمة مش هتحكم بخروج هذا المرشح. خليني أقول حضرتك حاجة، البعض بيقول ان حدث انه بدات بعض الاطراف ادعاء الانتخابيه مبكرا ولم تتخذ اللجنه العليا قرارات في هذا الشان، هل رصدتم ده في المجلس القومي لحقوق الانسان؟ ورصدناه على مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدناه على في المناطق في بعض الدوائر وجود دعايه انتخابيه للمرشحين قبل بدايه العمليه الانتخابيه. بس خدي بالك انه في فكره العمليه الانتخابيه اللي بدأ منذ ديسمبر 2014، احنا بنتكلم على انتخابات برلمان في يناير بدأت المنظمات تاخد تصريحات وتشتغل على اصل برضو لما تكون المقدمات قويه. يعني بيقولوا لو كانت اللجنه العليا، انت هستخدم التعبير اللي اتقال لي، ذبحت القطه من اول يوم، كانت العمليه هتمشي منضبطه ولا يجوز اي طرف او يقدم اي طرف على انه يرتكب تجاوز. احنا بنعاني دلوقتي من الرشاوى الانتخابيه او الرشاوى الانتخابيه والمخالفات اللي موجوده امام اللجان. لو اللجنه من اول يوم في المرحله الاولى اتخذت اجراءات فاعله لردع هؤلاء المرشحين ما كانش حصل دوت النهارده في وجود اصوات وبورصه للاصوات الانتخابيه وصوت بيصل ل 700 جنيه و1000 جنيه زي ما قال زميلنا المراسل. احنا بنتكلم على لجنه لها صلاحيات لم تستخدمها، الياتها غير فاعله في ردع المرشحين عن وجود مخالفات. اما اجراءاتها التنظيميه والاداريه داخل اللجان الفرعيه واجراءات الانتخاب والتصويت والفرز وغيره فدي اجراءات منضبطه. بس انت عايز صلب العمليه الانتخابيه. خليني اعمل بقى يعني عمليه مقاربه كده ما بين اللجنه العليا قبل بدء عمليه الانتخابات والتصويت في الجوله الاولى واللجنه العليا بعد الانتخابات او بعد اليوم الاول من المرحله الاولى. قبل الجو او قبل ابتداء السباق الانتخابي كله في مجمله في الكامل، يمكن كنا احد الحملات اللي اشادت باداء اللجنه العليا وقلنا ان هي بتقدم طرح جديد فيما يخص ضبط الاداء في التعاطي مع هذا الاستحقاق الهام. حطت جدول زمني 85-2015، حطت جدول بينظم ضوابط عملية الاقتراع والدعاية والأمور دي كلها 74 لسنة 2015، ولأن إن كل الناس اللي هم برضو بكرة تانية جمال بيه إن هم كانوا لسه نازلين السباق الانتخابي لسه جداد فيه ما تودكوش في الموضوع ما عندهمش خبرة كافية كانوا ملتزمين جدا. لغاية اليوم الأول في الانتخابات لقينا كل الناس منضبطين جدا، الصمت عن فترات الدعاية الانتخابية كان مظبوط، كل الأمور دي كانت ماشية بشكل كويس جدا. أما جينا في اليوم الثاني ابتدى الناس بيعملوا عملية ميجرنج، بيعملوا عملية قياس، بيشوفوا طب اللجنة هتعمل معاهم ايه. العملية عدت فما كانش فيه عنصر الحسم. اما جينا في الجولة الثانية، بقى عارفة انت في جولة الإعادة الكل يا جمال بيه اللي هو داخل الإعادة يعني بيمني نفسه انا نص نائب واقف 50% داخل جولة إعادة، رجل بره ورجل جوه، فعايز احسم الموقف لان المال الحرام او المال الريشة الانتخابية ابتدت تظهر. اللجنة ساكتة. ابتدينا بعد كده الاقي واقعة شهيرة جدا وكنت اتكلمت فيها مع احد البرامج، ف
اللي بتاع اسكندريه اللي هو الراجل اللي قاعد يصرخ ويقول صوت المصري مش ب 100 جنيه او ب 200 جنيه وطلع له واحد كده قال له يعني دي بيع وشراء واجابه قبول انت عايز ايه. فالواقعه دي كانت مشهوره قوي وكانت موثقه. نيجي نروح عند اللجنه. طب يا لجنه ايه اللي حصل؟ حتى انا في احد البرامج في مداخله قلت انا يعني انا بالنسبه لي هيحصل لي عدم تصديق وعدم ايمان بدوله القانون لو انا ما شفتش ان النائب ده الصبح تم استبعاده لان خلاص يعني جريمه متكامله الاركان. فطلعت اللجنه تقول لك لا اصل احنا عايزين واقعه موثقه. يعني ايه واقعه موثقه؟ يعني اجيب محمود دليل. بيدي محمد وما بينهم ال100 جنيه واخد الكلام ده كله شهيره جدا قالت لك ما تقدمليش بلاغ وكانها مفترض ان هي تراقب المشهد الانتخابي وهي فاعل في صحيح. هي مسؤوله يعني انت عايز تجيب لي جريمه متكامله الاركان واخد كل دول وهم سلو موشن كده او اثبت الموقف هولد كده بص للاثنين واخدهم كده اهوت هم بيسلموا بعض واوديهم للجنه. ده مستحيل يا اخوانا. انا بكلمك كمحامي ده حتى في فكره الاثبات مستحيل. فلان اللجنه لما ابتدت تعمل الكلام ده الناس ابتدوا يعرفوا بقى ايه زي ما بيقول جعجع بلا طحن. خلاص ان انا شايف ان انت ما بتعملش حاجه ما بتتصداش لاي حد بيخرج عن السياق اللي انت رسمه سواء 85/2015 74 سنه 2015 مع ان هي كان عندها في قرار 74/2015 عندها اليات حاسمه لو هي زي ما بنقول كده ورت العين الحمراء للساده المتسابقين اللي هم برضو كلهم كانوا لسه جداد في الفكره. لو كان واحد تم التضحيه بيه او اثنين او ثلاثه كنا لقينا المشهد اكثر انتظاما. لو كنا ابتدينا ان احنا نتصدى بشكل فعلي وشكل قوي والناس كانت تحس ان في عمليه بجد للرشه الانتخابيه كان كل الناس ادائها انضبط وكان كل خاف. لكن فكره الاثبات احنا محتاجين ان احنا نوجد ليها مخرج. وان كنت شايف ان المخرج بس يا جمال بيه مش في فكره القانون. القوانين كتير واحنا عندنا اعتقد اكبر ترسانه تشريعيه على مستوى العالم ولكنها ما ضبطتش كل الاداء. لو انت كمان ما اشتغلتيش على فكره ان انت ترتقي بوعي الناخب وان انت ازاي صوتك ده غالي قوي وازاي ان انت بتشارك بشكل ايجابي او سلبي في صنع مستقبل هذا الوطن والتحول الديمقراطي السليم بشكل سليم ان ما يجيش حد ب 100 او 200 او 500 او ب 1000 يسرق ارادتك ويدلس عليها دي اللي هتعمل النقله النوعيه. لو انا واقف ومعايا شوال فلوس وبوزع على كل الناس والناس عارفه ان الفلوس بتاعت ان انا هديها لهم ديت ملهاش لازمه عندهم لان صوتهم اغلى من الكلام ده انا هبتدي الناس هتعدي من قصاد مني مهما يعني مهما اجزل لهم في العطاء مش هياخدوا مني. في الساعه دي بس هيبتدي يحس الناس اللي هم بتوع المال السياسي او المال الحرام ده ان البضاعه بتاعتهم بضاعه بائره. الكلام ده لك يعني ارحمونا بقى ده موسم سيبونا يعني بنسترزق في الموسم انت ده انت شايفه ان هي تبقى فكره ان هو موسم مش موسم؟ لا انا مش شايفه. انا شايفه هو اتقال ده الناس بتقول كده الناس الاقتصاديه العامه في الدوله برضه مش هنقول ان احنا في اليوتوبيا مش مجتمع ملائكي ولكن لو كانوا 100 من اصل لو انا ابتديت ان انا اغير فكره 1000 واخليهم ينزلوا بعمل كومبريس الكلام دوت ال1000 دول بقوا 100 واحد بس ده نقطه كويسه على دوائر كان فيها مال سياسي واسع والناخبين نجحوا فيها المخلصين وفي اسكندريه احد الاشخاص اعتقد مش فاكر يعني لا يحضرني الاسم احد النواب السابقين وكانت حملته كلها لم تتجاوز 64000 جنيه واستطاع ان هو حسم المقعد قصاد مال الدفع كتير جدا جدا جدا. بعض الدوائر الان هناك دوائر في القلوبيه وفي القاهره وكذا في ناس بتعيد فيها لم تقوم بدفع رشاوى انتخابيه ولكن المواطن هو اللي اختارهم. مظبوط. انا بس بعول على كلام حضرتك في حاجه واحده بس الاجراءات اللي بتطلبها قرار اللجنه الخاص بشطب اي مرشح يكون بمخالفه قرارات اللجنه تتطلب وجود مستندات ودلائل للمحكمه. بدون المستندات والدلائل لن تستطيع يعني عايز تقول ان احنا نعمل عقد ما بيننا وبين بعضينا ان انا هديك 100 جنيه وتديني صوتك. صحيح. هو ده اللي مطلوب ده عيب في القانون وده مستحيل عيب في قرار اللجنه لابد ان احنا نحاول في تعديله. لكن كمان الحقيقه كنت اتمنى ايضا اللجنه العليا للانتخابات البرلمانيه هي خدت السي في الخاص بكل مرشح. انا كان مش هيتعبوا قوي لو نزلوا هذا السي في على الموقع الخاص باللجنه. هم خدوه بس هم خافوا لا يتحسد فما ما اطرحش على الناس. والله خافوا المرشح يتحسد ما اطرحش على الناس. اما تيجي الناس بتقول لك طب انا عايز انتخب حد انتخب مين انا مش عارف مين محمود او مين استاذ جمال بركات او مين استاذ رشا باللجنه والتعرف على يا فندم ما تحطش ولا تحط. وفي ناس طلبت اللجنه بدوت من قبل بدايه الانتخابات. انا بقول لحضرتك دلوقتي اهو خش على موقع اللجنه العليا شوف اخر تحديث فيه امتى هتلاقي ان العمليه في جاب كبير قوي ما بين اخر قرار دلوقتي. يعني خلاص هي التجربة زي ما قلنا بإيجابيتها وبسلبيتها أو شكت على الانتهاء. أستاذ جمال بركات رئيس غرفة العمليات المركزية لمتابعة الانتخابات من المجلس القومي لحقوق الإنسان شكرا يا فندم. شكرا. والأستاذ محمود بدوي رئيس اتحاد ائتلاف
راقب يا مصري بقولها صح. محمود البدوي منسق عام حمله راقب يا مصري. بس حالك المره الثانيه. انا بشكركم وانا مبسوطه ان هذا الاتحاد موجود، لان فكره ان يبقى في نوع من الرقابه الشعبيه هي هتخلق نوع من التفاعل الايجابي كمان فعشان كده كنا حريصين ان حضرتك تكون موجود معانا النهارده. وصلنا لنهايه هذا الجزء من التغطيه، غدا ان شاء الله سنكون مع حضراتكم في اليوم الاخير لجوله الاعاده بالمرحله الثانيه للانتخابات البرلمانيه، وبعدها نحن كناخبين وكإعلام سنودع هذه التغطية للانتخابات، ونتمنى أن يبقى هذا البرلمان لفترة طويلة دون حل عشان الناس تقدر تاخد فاصل تستريح، وحتى نستطيع أن نجري أيضا انتخابات تعتبر هي الأهم الحقيقة، وهي انتخابات المحليات، لأن زي ما كنا بنقول من شوية تتعلق بعصب الأداء العام في الدولة. خليني أشكر حضراتكم على وجودكم معايا النهاردة، وخلوني بس قبل ما أختم نتقدم جميعا كعاملين في قنوات دريم بخالص العزاء لزميلي العزيز الأستاذ وائل الإبراشي في وفاة السيدة الفاضلة والدته. ربنا يصبر وائل ويصبر أسرته ويدخلها إن شاء الله فسيح جناته. للأسف طبعا لهذا الظرف الأستاذ وائل مش هيكون موجود معاكم، لكن احنا بكرة إن شاء الله هنتواصل معاكم في تغطية مصر تقرر.